اسوي لكم مطبق، وهو المطبق مشهور عندنا بالمدن الفلسطينيه، المشهور فيه انه مطبق محشي بجوز او بجبنه، او مرات فيه بيطلبوا مني ناس بتمر اسوي لهم اياه، او انه ساده مقلي بيكون نفس العجينه بس بتكون مقليه، اللي هي المكونات طحين وبيضه للكيلو طحين وذره ملح وبنعجنه. العجين بس بده لمده طويله، واحنا نعجن ونريحه لفتره طويله، بعدين بنقطعه بنخليه يرتاح وبنرقه. هلا بدي ارقه عشان نحشيه. احنا مع التجربه بكون انه اذا عجناها وخليناها قبل بيوم بتكون احسن، بتتحمر وبترق احسن. هلا بدي احشي لكم اياها بجوز، طبعا زي ما قلت لكم جوز او جبنه او بتمر، في ناس بيطلبوها. طبعا هلا بنحطها بالفرن وبنحطها بعد ما تستوي بالقطر. هلا بدي اخبزها، بدها شوي فتره تنحط في الطبقه الفوقانيه شويه عشان تاخذ شوي من حراره الفرن، بعدين نحمرها. القطر بنحطه احنا كاسه مي بكاسه سكر، وبنخليه يعني لمده على الغاز عبل ما انه نشوفه انه تعقد، بعدين بنحط له شويه ليمون وبنخليه يغلي غليوتين وبنطفيه. هلا هيك جاهزه للاكل، صحه وعافيه.